صباح الخير مشاهدينا، اهلا بحضراتكم. وكل يوم بنقابلكم على مدى ساعتين في هذا الصباح من دلوقتي ولغايه الساعه 10، ومعانا موضوعات مختلفه النهارده. اهم الموضوعات اليوم مهرجان العلمين والقلعه، مصر تعود لسياحه المهرجانات. ومصر تستضيف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية. وذكرى وفاة الأم تريزا اعتماد 5 سبتمبر يوما عالميا للعمل الخيري. دي أهم الموضوعات اللي هتكون النهاردة محور نقاشنا في هذا الصباح، لكن نبتدي معاكم كالمعتاد بأخبار العالم وتقارير المراسلين، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة. وخلال اجتماع آخر تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، لا سيما في مجال تنمية الثروة السمكية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل، خاصة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركزا للدراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة. وقد وجه السيد الرئيس بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، خاصة من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية، وكذا تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء إسلام عطية رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، لا سيما في مجال تنمية الثروة السمكية، والتي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ودفع عملية التنمية الشاملة على مختلف المحاور بالدولة. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ينطلق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية اليوم الثلاثاء، ويستمر لمدة 3 أيام، ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدث من المصريين والأجانب. وعقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار اجتماعا مع قيادات وزارة الصحة ومديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات والشركات والجهات المشاركة في التنظيم لمراجعة الاستعدادات النهائية للمؤتمر، معلنا وصول عدد ممن سجلوا على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر ل 8000 شخص من مصر وباقي دول العالم. يشارك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في قمة أفريقيا للمناخ في العاصمة الكينية نيروبي. وكان الرئيس الكيني ويليام روتو قد استقبل مدبولي، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا اليوم وغدا. وتستهدف قمة المناخ الإفريقية تسليط الضوء على التحديات المناخية التي تواجهها قارة إفريقيا والإسهام في إيجاد حلول جذرية لها، كما ستوفر القمة فرصة للقادة الأفارقة لإصدار إعلان نيروبي بشأن النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ، ودعوة للعمل للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والشركاء الداعمين لدعم تنفيذها.
مع زيادة المفاوضات الدولية حول المناخ، تسعى القارة الإفريقية لتقديم رؤيتها الخاصة التي تجمع بين التنمية والمناخ. ومن نيروبي انطلقت أعمال قمة المناخ الإفريقية التي تهدف إلى جعل القارة قوة ناشئة في مجال الطاقة المتجددة، والدعوة إلى تخصيص مساعدات مالية دولية لها للاستفادة من الموارد والمهارات المتاحة لديها. وفي كلمته الافتتاحية قال الرئيس الكيني ويليام روتو إن إفريقيا في يدها مفتاح تسريع عملية إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، وهي قوة ذات إمكانات غير مستغلة وحريصة على المشاركة والمنافسة بنزاهة في الأسواق العالمية. ووفقا للأمم المتحدة تساهم إفريقيا بنسبة 2% إلى 3% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا، إلى أنها تعاني بشكل غير متناسب من تغير المناخ وتتحمل أعباء موجات الجفاف والفيضانات الشديدة المتزايدة. وعلى الرغم من إمكانات القارة السمراء من حيث الموارد الطبيعية، فإن 3% فقط من استثمارات الطاقة في العالم تتم في القارة، كما تعجز البلدان الإفريقية عن تطبيق برامج مستدامة بسبب عبء الديون المتزايد ونقص التمويل. وعلى الصعيد العالمي لم تفي الدول الغنية بعد بالتزامها بتوفير 100 مليار دولار سنويا لتمويل المشاريع المناخية للدول الفقيرة بحلول العام 2020. وتسلط مسودة إعلان نيروبي الضوء على قدرة إفريقيا الفريدة لتكون جزءا أساسيا من الحل، وتشير إلى إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في المنطقة وقوتها العاملة الشابة وثرواتها الطبيعية. نظمت قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية لتنمية إعمار شبه جزيرة سيناء. هنا سيناء، هنا أرض الفيروز، هنا الأمن بدأ والأمان، هنا التنمية والبناء، هنا الحلم الذي أصبح حقيقة بإرادة قوية وبسواعد مصرية. حجم مشروعات التنمية التي تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف، من شبكات طرق ومحطات كهربائية وبنية أساسية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي لإيجاد مصادر لزراعة واستصلاح 500,000 فدان، كما تشمل أيضا خطوط لمد شبكة المياه ومحطات الرفع وتدعيم البنية التحتية. ومن هنا جاء الحلم بتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية في شبه جزيرة سيناء، أصبح واقع ملموس. هو لا شك النهاردة بنعتبره عيد، ونحن مقبلين على نصر أكتوبر العظيم، بنعتبر النهاردة عيد حقيقة لأبناء سيناء، النهارده بيتملكوا أراضيهم الزراعية. في الماضي القريب جدا كانوا بيتملك العقارات فقط، الآن في تملك الأراضي الزراعية، وهذا حقيقة برسخ الولاء والانتماء في نظر الشباب. نحن حقيقة من أزمنة بعيدة جدا، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقليد الحكم أصبح عندنا قناعة في إرادة سياسية لتنمية سيناء تنمية حقيقية. هو كان حلم لأهالي شمال سيناء، لكن النهارده أصبح حقيقة. الفضل يرجع لربنا ثم للسيد رئيس الجمهورية. أول مرة تحصل، واخد بالك، لما يكون أرضك تاخد بها عهودات ملكية، أرض أنت شغال فيها وبتحارب فيها واخد بالك، ودلوقتي هي ملكها لك، في إحساس أكتر من كده؟ أولا احنا شاكرين الجميع القيادات ما فيها السيد الرئيس، وربنا يديه الصحة ويديله كمان وكمان في الأفكار الحلوة دي اللي هي بتخلي المواطن دايما فرحان. واحنا لما نزرع الأرض بالقمح والذرة بنساعد في اقتصاد مصر. بفضل القوات المسلحة ورجال الشرطة واتحاد قبائل سيناء قضينا على الإرهاب الحمد لله تمام، وبدأ التسليم إن شاء الله هنستلم النهاردة. الاحتفالية شهدت حضور وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد والإسماعيلية ومستشار السيد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة تنمية سيناء وبعض قيادات القوات المسلحة والشرطة وشيوخ عواقل سيناء. وتم تسليم 136 مزرعة من منطقة سهل الطينة عقودا مؤمنة تؤكد أن الدولة المصرية
حريصة على تقديم كافة الدعم والتيسيرات للمزارعين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية. نهينا حوالي أكثر من 1050 عائد وكمان حوالي 1300 عائد. النهاردة احنا جايين عشان نوزع 300 عائد على أصحاب هذه الأراضي، وده كان توجه القادة السياسية ان احنا نلجأ الى الإسراع بإنهاء عقود سيناء، وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد اللواء مستشار السيد رئيس الجمهورية السيد اللواء حسن عبد الشافي بتدير هذا الأمر، وبتتابع مع هيئة التعمير وكل الجهات المعنية بحيث ان احنا نذلل كل العقبات لإنهاء هذا الملف تماما. النهاردة في عيد، انا بعتبره عيد قومي عندنا النهاردة عشان بنملك الاهالينا في اللي موجودين المصريين لعود تمليك مميكنة النهاردة، عشان هسهل لهم كل حاجة ان شاء الله، في نفس الوقت ان هم يقدروا يتعاملوا الارضي بقى في امن وامان، القوات المسلحة المصرية حققته، وفي نفس الوقت في اعمار وعمار الشعب المصري بيحققه بدم وبعرق المصريين كلهم. اول يوم في تاريخ سيناء ان احنا نوزع عقود مؤمنة وعقود ملكية لاهالينا في منطقة سيناء، أراضي زراعية عشان يبقى وضعهم قانوني ويقدروا يخشوا في المنظومة بتاعة الدولة من صرف أسمدة وخلافه. طبعا ده هيعود بالفايدة على أهالينا في شمال وجنوب سيناء ومحافظات القناة. ويأتي توزيع العقود المؤمنة للمتواجدين بالأراضي في شبه جزيرة سيناء طبقا للتوجيهات الرئاسية، حيث تم الانتهاء من طباعة 1260 عقدا مؤمنا، وتم تسليم 300 عقد منها كمرحلة أولى بخلاف ما سبق تسليمه، وسوف يتم العمل خلال الفترة القادمة على الانتهاء من تسليم باقي العقود في أسرع وقت ممكن. بخطى ثابتة تستمر جهود التنمية بشبه جزيرة سيناء، فبعد الانتهاء من مكافحة الإرهاب وتحقيق مقولة يد تبني ويد تحمي، ها هي تسليم العقود للمنتفعين بالأراضي الزراعية بشبه جزيرة سيناء والمنتفعين من محافظة الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. كريم كمال، النيل. أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على أهمية الحفاظ على المساجد التاريخية والمعالم التراثية باعتبارها جزء من الهوية المصرية والحضارة الإنسانية. جاء ذلك خلال زيارة فضيلة الإمام لمسجد السيدة نفيسة، حيث تفقد المسجد بعد الانتهاء من عمليات تطوير وتجديد المسجد. أفاد الأزهر في بيان بأنه كان في استقبال شيخ الأزهر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، حيث رافقه داخل المسجد مستعرضا أعمال التطوير والتجديدات التي تمت في كل أركان المسجد. قامت مبادرة التمكين الاقتصادي لمؤسستي حياة كريمة وجمعية الأرمان الخيرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتسليم 61 مشروع تنموي في محافظة قنا، وتهدف المبادرة إلى الوصول للأسر الأكثر استحقاقا وإيصال الدعم التنموي للفئات الأولى بالرعاية. استكمالا لمبادرة التمكين الاقتصادي لمؤسستي حياة كريمة وجمعية الأرمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، اتجهت المبادرة لمحافظة قنا لتستهدف 61 مواطنا ومواطنة لدعم مشروعاتهم الاقتصادية الصغيرة بقرض حسم قيمته 30,000 جنيه. النهاردة بنسلم عدد من المشروعات التنموية في صورة القروض الحسنة لأبناء محافظة قنا، اللي بيقدروا ان هو يكون ده باب رزق ليه وان هو ينمي ويكبر من المشروع بتاعه. احنا بنعمل فحص للحالات الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا، ان هي مشروع صغير محتاج يتنمى شوية يكبر شوية، فاحنا بندي قرض بدون فائدة على مدى 20 شهر بيتسدد نص المبلغ بدون فوائد. فحصنا الحالات من مراكز نجح حمادي وبوص وقفط ونجادة اللي وقع لهم الاختيار، طبعا كلها مشاريع حرفية قائمة. طبعا النهاردة احنا بنجني ثمار المبادرة العظيمة، مبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة، ودي احد نتائجها النهاردة. عايز اقول ان المبادرة طبعا في محافظة هنا الحقيقة يعني غيرت في المرحلة الاولى فقط غيرت شكل المحافظة تغيير كامل وكله صالح المواطن البسيط. التعاون المشترك يهدف الوصول الى الحالات الاكثر استحقاقا في قرى مراكز محافظة قنا، هدفا في تمكينهم اقتصاديا، عملية تنموية متواصلة لتجوب كل المحافظات من شمالها إلى جنوبها. أنا عاوز أشكر بصراحة جمعية الأرمان مؤسسة حياة كريمة
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أنفعهم للناس. الواحد مبسوط طبعا أكيد لما يشوف حاجة زي كده بتساعد الشباب نقدر نكبر مشروعنا ننمي نفسينا أكيد مبسوط يعني. تعملوا كل خير معايا ساعدوني وقفوا معايا في المشروع متاعي والحمد لله مشروع نجح أكتر من الأول كان ناجح 1% دلوقتي حاليا بخدمتهم واقف أكتر من 99% والحمد لله أن ربنا يبارك فيهم. سلمت القرض وطورت في المشروع متاعي يعني زودت الحاجة يعني. بصراحة ما قصروش معانا يعني وعملوا لنا القرض بتاعنا ونزلنا والحمد لله وإيه إن شاء الله بإذن الله هكبر مشروعي وهنميه وهطوره. بكل ما تعمل تحت مظلته من مؤسسات تنموية يواصل التحالف الوطني عمله الخيرية تجاه أهالي القرى والنجوع بهدف توفير حياة كريمة طيبة تحسن من مستوى معيشتهم وترفع الأعباء عن كاهلهم. كرمت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبطال مصر من ذوي الهمم الذين شاركوا في الألعاب العالمية الصيفية ببرلين 2023، ووجه الأبطال الشكر لمصر والرئيس السيسي على دعمهم لهم في رفع اسم مصر عاليا. بكل فخر واعتزاز كرمت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أبطال مصر من ذوي الهمم الذين شاركوا في الألعاب العالمية ببرلين 2023، حيث شاركوا في 20 لعبة أولمبية وحصدوا 49 ميدالية. شاركت في ألمانيا رفع الأثقال وجبت الأول. شاركت في ألمانيا في بطولة الريشة الطايرة حققت ميداليتين ذهب في الزوجي أنا وصديقي خالد والتانية في الفردي. جيت ألمانيا 2023 وأنا حابب ماسكو البيت الخاص المصري وحابب الموسيقى وبحب الرقص والشعرات ونفسي هكسب إن شاء الله. الحمد لله ربنا كرمني في 200 متر حققت مركز أول وفي الوثب حققت مركز ثالث. هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا دعم الدولة المصرية للأبطال من ذوي الهمم على كافة الأصعدة الاجتماعية والرياضية. بصراحة أنا منبهر بأثر يعني حريق طبعا الميدالية حاجة جميلة إنما أثر الميدالية دي أو أثر اشتراك اللاعب أو اللاعبة في الأولمبياد الخاص أو الألعاب العالمية حقيقي مبهر. مبهر ليه؟ لأنه الميدالية مش هي الإبهار، الإبهار اللي هم الطريقة اللي اتكلموا بيها، كل واحد قدم نفسه ازاي في الاجتماع، كل واحد اتكلم عن نفسه ازاي واتكلم عن مامته أو الأم لما اتكلمت عن ابنها. اللي فعلا مؤثر هو التغيير الشامل اللي حصل في حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة. أنا دكتور أشرف صبحي كان بصفة تقريبا يومية متابع الأحداث وعايز يحضر وجي حضر فعلا. الدكتورة نيفين القباش حضرت، حسين فهمي طبعا ده قصة لن تتكرر أنا دايما بقولها لأنه هو سفير من نوع خاص جدا، إنسان أولا قبل أن يكون فنان إنسان بمعنى أنه مش بس واخد الموضوع أنه هو سفير وصورة للأولمبياد الخاص، لا هو بيشارك في كل قرار بيتعمل وكل ظروف حتى في مسألة التمويل. حفل تكريم الرئاسة الإقليمية الذي شارك فيه ممثلين عن الأولمبياد الخاص من لبنان والإمارات وعدد من دول الرئاسة الإقليمية أشادوا بما حققته مصر في مجال الاهتمام بذوي الهمم. نحن كنا سباقين جدا، استضافتنا في 2016 للألعاب العالمية نسقت لاستضافة هذا المركز العالمي اللي قاعد يساعد الأطفال حول العالم من طريقة مادية من طريقة الريسيرش من طرق وايد أخرى، فسعيدين جدا في التعاون معنا. وطبعا دولة مصر هي السباقة في هذا الموضوع. طبعا ده ناتج من الدعم اللي بتقدمه الدولة للأولاد ذو الإعاقة الفكرية في مصر، وده باين يعني بوضوح في المستويات اللي بي يعني أظهروها، الدعم اللي بيقدم سواء معنوي سواء مادي.
الصخر نعدي بقلب النار. وقفوا على منصات التتويج في الألعاب العالمية الصيفية بألمانيا ورفعوا اسم مصر عاليا بحصدهم 49 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية ليتحقق شعار الأولمبياد الخاص الدولي: دعني أفوز، فإذا لم أستطع دعني أكون شجاعا في المحاولة. لمياء موافي، النيل. ومعنا عبر الهاتف الأستاذ أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. صباح الخير يا أستاذ أيمن. صباح النور يا فندم. ألف مبروك على الإنجاز الخطير ده، 49 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية لذوي الهمم أبطال مصر. يعني انطباعك أولا عن حجم الميداليات، عدد الميداليات الكبير، وإلى أي مدى ده مؤشر إيجابي لنجاح فكرة مشاركة ذوي الهمم في الأولمبياد العالمية؟ طبعا في سعادة كبيرة، لأنه الميداليات دي بتكون نتيجة المجهود مش بس من اللاعبين، ولكن يمكن انا بقدر اخد هذه الفرصه وبحيي المدربين كمان، لان هم برضو بيتعاملوا مع فئه معينه من البشر مش سهل التعامل معاهم، وبالتالي يعني بيبذلوا مجهود يمكن مضاعف عن اي مدرب في اي ظروف اخرى. يعني طبعا احنا بنقول ان مصر يعني حصل فيها برضو طفره شديده في خلال العشر سنين اللي فاتوا من تولي رئيس السيسي رئاسة الجمهورية، لانه مدي اهتمام كبير جدا بمجموعة الاشخاص من ذوي الاعاقة في مصر، وطبعا بان ده في كل الاحداث اللي كان بيحضرها او بيدعمها او دايما يعني مهتم بالفئة دي. فده معاكس برضو على المسؤولين عنهم في مجال الرياضة بالتحديد. وكانت نتائج هي حركة زي ما شايفة نتائج مشرفة جدا يعني. تمام، يعني دي نتائج مشرفة، وبنحيي كمان الأسر، صح؟ أسر ذوي الهمم اللي شاركتهم. هم دول الأساس بقى. صحيح. لأن هم تبدأ الموضوع بيبدأ في البيت الأول. تمام. ولكن طبعا بيبقى بعد كده في المدرب وفي المسؤول عن المنظومة الرياضية نفسها. تمام. أنا بشكرك أستاذ أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكرا جزيلا لك. وبهذا الخبر المبهج يعني اللي ابتدينا بيه يومنا نكون ختمنا جولتنا الصباحية مع تقارير المراسلين وأخبار العالم هذا الصباح. نبتدي معكم فورا حواراتنا بعد الفاصل.